هي مش هختلف كتير عن كلام محمد، هي برضو الموضوع بدأ معايا لا، اتعلمت ايه الاول وبدأت بإيه؟ بدأت بالحشيش الأول. حشيش. يعني كانت هي المخدر السائد في الوقت دوت. انت قديم بقى، شوية على قديم. ايوه خدتها تمام. برضو كده بالتدريج، برضو حشيش بانجو. يعني باختصار كده حضرتك، هو كل ايه المخدرات اللي خلاك تروح المجال ده، السكه دي؟ حب استطلاع. هو انا كنت شايف ان في بحس حلو قوي وانا شارب مخدرات، بحس ان انا ببقى لاقي نفسي، بحس ان انا حد ليا هيبة في وسط الناس. ليك هيبة. يعني هو انا كنت، وده غلط طبعا، بس هو في الوقت ده هو انا كنت بحس ده. فابتدى الموضوع بقى معايا ايه طاير يعني، كده في الجو. ابتدى الموضوع بقى يوسع معايا. من كل ما حاجة جديدة بتطلع فانا اوريدي بروح رايح عليها، عايز اجرب كل ما هو جديد بدأت بينزل. كم سنة كان عندك؟ حوالي 18 سنة. 18. الحشيش وبعد كده البانجو. بانجو. قعدت فترة برضو اتعاطى بانجو. يعني كل ما هو مواد نباتية بتصرف كام في وفصلية اليوم؟ كان لازم كل يوم تشتري؟ ده اكيد. كل يوم؟ ده اكيد كل ساعة؟ كل ساعة؟ ده اكيد. ما طبعا انت جامد. ده حقيقي. ما هو ده، ما هو كل ساعة. يعني ايه كل ساعة؟ يعني هو انا بضرب مخدرات تمام عشان اجيب فلوس اجيب بيها مخدرات واضربها. يعني ايام ما كنت في ادماني النشط انا بضرب مخدرات عشان اعرف اجيب فلوس من اي طريقة، عشان اعرف اضرب ممكن مخدرات تسأل تاني. بصراحة، ما احنا دلوقتي في ساعة الصراحة. هو صراحة يعني انا صراحة. عملت كل حاجة حضرتك تتخيلها غلط، يعني اي حاجة تتخيلها واي حاجة ما تتخيلهاش ايام ادمان النشط. عشان اوفر الفلوس. بالظبط. طب اتفضل. وانا باختصار كده، هو انا عايش عشان اتعاطى وبتعاطى عشان اعيش. ما بتشتغلش، ما بتعملش اي حاجة؟ لا اكيد بيجي فترة بنزل شغل وبشتغل، بس بتبقى طبعا مركز ما يعني. ببقاش عندي تركيز خالص طبعا. هو انا بشتغل عشان اجيب فلوس عشان اضرب مخدرات، وبضرب مخدرات عشان اقدر ان انا اقاوم وجسمي يبقى ماسك نفسه واعرف انزل اشتغل. فانا بعيش وبتعايش للمخدرات، دي القصة بالنسبة لي. هو انا باخد المخدرات بحس حلو اول حاجة. بتصرف كام في اليوم تقريبا؟ كان متوسط يعني هو بتختلف من مادة للتانية، بتختلف برضو في التوقيتات الزمنية. يعني هو ممكن مثلا، لو هقول لحضرتك مثلا من 15 سنة، هو كان ممكن مثلا اصرف 100 جنيه كل يوم، 150 جنيه كل في يوم. اليوم. التوقيت ده كانت يا حمد المخدرات، بيضحك. كنت بتصرف قد ايه؟ لا كانت انا كتير. المخدرات غالية في التوقيت ده. لا ده انت مدرسة. كتير. ده انت مدرسة يعني كتير كتير يعني. تصرف اكتر 150 جنيه في اليوم؟ افتكر في مرة كده كان في البيت حوالي 400 جنيه. ايوه. انا خدت ال 400 جنيه. جبت بيهم مخدرات. اه. في دماغي ان انا هبيع المخدرات دي عشان اجيب فلوس عشان اجيب مخدرات تاني. فانا في الحقيقة جبت المخدرات ما بعتهاش. انا جبت المخدرات شلتها. وخدتها. بنتي كانت محجوزة في المستشفى، فما استخسرت ابعت لها الفلوس ديت وجبت بيها مخدرات. الفلوس خلصت اعمل ايه؟ مراتي كانت زعلانه سايبه البيت، رحت رايح واخد الانبوبه وبيعها عشان اجيب مخدرات تاني. انبوبه البوتاجاز؟ انبوبه البوتاجاز اللي في البيت بعتها؟ ايوه عشان اجيب مخدرات تاني، مع ان لسه جايب ب 450. انا لو معايا في اليوم 2000 جنيه هصرفهم على المخدرات في اليوم، يعني مش هستنى ان انا مثلا اشيلهم واسيستمهم ان هم يمشوني اسبوع والكلام ده. انا هشيلهم يمشوني النهارده، يعني حين النهارده وموتني بكره. يعني هي دي كانت حياتي، كانت حياتي كانت. هنحكي على تجربتك وازاي رجعت عشان على الاقل تتكلم بالشكل ده. اكيد لو حضرتك رجعت مواطن، مواطن صالح. لو حضرتك كنت ما حكيتش مخطوف. في الموضوع ده هزعل. كنت مخطوف مع تجار المخدرات فجرت. يعني عشان ما يبقاش اعترافات، انا قلت لحضرتك انا عملت كل حاجه غلط الاول، يعني ايام ادمان النشط، ايام ما كنت مغيب بمعنى الصح، ايام ما كان عندي مفاهيم مغلوطه صح. يعني هي الكلمه مغيب. عملت ايه في بيتك؟ عملت كل غلط برضو اكيد. مفيش حد. فين الاسره؟ الاسره موجوده. بيعملوا ايه معاك ولا بتعملوا معاهم ايه؟ بيعانوا معايا، عانوا معايا كتير جدا. كانوا بيحاولوا يساعدوني قدر المستطاع ان انا اخرج من المجال ده او القصه ديت. بس كل ما هناك، اللي هو انا اللي انا اكتشفته فيما بعد،
ان الموضوع بالنسبه لي هو انك اجرمت في حق نفسك وحق بلدك. هو اول حاجه فعلا هو انا ما كنتش امين مع نفسي، ما كانش عندي امانه ولا امين مع نفسي ولا امين مع ربنا ولا امين مع الاخرين. مش امين مع نفسي بقى نفسك ولا ربنا ولا الاخرين. اول حاجه مش امين مع نفسي، هو انا باذي نفسي بكل الاشكال. مش امين مع ربنا، هو ربنا يعني مديني صحه ومديني عافيه المفروض ان انا بحافظ عليها. فانا اوريدي ما بحافظش على الكلام ده. محمد شاب يا محمد وعندك مستقبل وعندك تعمل اسره وعيلتك، ما تخافش على نفسك يعني؟ الواحد وهو رايح للطريق السوق ده ما بقاش خايف على سمعته حتى؟ هو زي ما قلت لحضرتك، هو او زي لا ما محمد بصراحة. قال هو انا كنت مغيب. مغيب عشان اكون امين مع حضرتك يعني في الكلام، هو انا كنت مغيب، هو انا فاكر ان انا كده يعني بعمل انجاز يعني الفلوس. معلش انا اسف، انا اسف، انا اسف جاي لكم والله، انا اسف. الفلوس دي صرفت تقريبا قد تقريبا قد ايه؟ بص يا باشا عشان ايه اقول لحضرتك حاجه، بص يا باشا الفيلو بتاع ايه؟ اقول لحضرتك حاجه، انت يا باشا بص اقول لحضرتك حاجه. ايوه هي مش هتتقاس كده ولا مش هتحسب كده، انا لو حسبتها انا صرفت قد ايه ايام ادماني الناشط لغايه ما بطلت مخدرات يعني احنا ممكن نعدي المليون. يعني لما يبقى في اليوم انا بتصرف في 400 و300 و500 على مدار 15 سنه، احسبها حضرتك تبقى قد ايه بقى؟ هي تتحسب كده عشان اكون امين معاك. يعني الاسره بيشتغلوا ايه؟ الاسره والدي، انا اسف معلش، والدي الله يرحمه، الله يرحمه، كان عنده محل كشري، والدتي ربت منزل، اخويا موظف في شركه خاصه، تمام، هو اللي كان بيصرف عليا. يعني بيصرف عليك ولا مخبرات؟ شحطت معايا يعني. شحطت معاك؟ شحطت معايا يعني، لغايه ان هو فكر ان لما يساعدني ان انا اتجوز ربنا يصلح حالي والكلام دوت. يعني لعب معايا كل الالعاب، جاب لي الدبلوم، يعني انا واخد الدبلوم في حوالي 17 سنه. تاني معلش ما سمعتش انا. خدت الدبلوم، دبلوم التجاره، خدته في 2017 بالظبط، 17 سنه واخد دبلوم التجاره. لا يعني قعدت في الدبلوم 17 ولا نازل بقى وراسب ولم يتقدم وراسب ولم يتقدم لغايه ما خدت الدبلوم. حقيقي والله ده حقيقي فعلا. خدت شهاده في 17 سنه؟ خدت الشهاده في 17 سنه، ثلاثه في المدرسه انت عملت، وبقيت ال 14 سنه هو راسب لم يتقدم، انا رايح المدرسه وما بروحش والكلام دوت. يعني يمكن البيت ما بيعرفوش، ما رحتش المدرسه، ما المدرسه ما بعتتش للبيت، ما بتجيش. محمد الحقه ابنك. ما انا بتصرف يعني. بتعمل ايه؟ ما انا بتصور بتضرب حاجه؟ اكيد طبعا يعني حاجات، مش حاجه يعني، اكيد لو في جواب اي حد بيمديلي وبروح اقدم الجواب ومفيش مشاكل، ممكن حد يجي معايا يروح المدرسه وبرده مفيش مشاكل. انه اهلك، والدك، خالي، عمي، اي حد، اي حد من اصحابك، اي حد وخلاص. عدت 17 سنه بتاخد الشهاده عشان المخدرات؟ اكيد طبعا. مش عشان المخدرات، عشان السلوكيات بتاعتي اصلا. يعني مش المشكله انتهت بالمخدرات، انما انا من صغري السلوك الادماني كان ماسك فيا، ان انا ما كنتش فاهم دوت، ما كنتش اعرف ده، لغايه ما دخلت المستشفى وبدات ان انا اتعالج. هي كل الحكايه السلوكيات. هرجع للعلاج وهرجع للنودي. هو دي الرساله للناس. تمام. عملنا ده. تمام. والاخطاء والجرائم اللي ارتكبناها. تمام. انت عملت كل حاجه مع انك تقتل حد. لا الحمد لله. ايوه يعني تقريبا كل حاجه ما عدا القتل. اكيد. بس كان ممكن توصل لده. كان ممكن توصل لده. كان ممكن. اكيد. حالتين قدامنا. صدمت تمام. طيب احنا بس نوصف ليه محمد ومحمد صدمت. لا انا بشكرهم انهم معانا.